لقاء كان اليوم هو لقاء لتهيئ ولكذلك تنظيم عملنا في المستقبل القريب. نحن هيئنا لجان تشتغل بجانبنا وبجانب اللجنة ككل، وهيئنا تصور للعمل، وسنبتدئ بداية الأسبوع المقبل الاستماع إلى بعض الهيئات الرسمية، ثم سنستمع بعد ذلك إلى الهيئات الأخرى. في الحقيقة نريد أن نفتح المجتمع وفقا لتعليمات وتوجيهات جلالة الملك. هذه اللجنة مطلوب منها أن تنصف المرأة المغربية وفقا لما يريده جلالة الملك لفائدة المرأة، وهذا يتطلب إعادة النظر في مجموعة من القضايا التي سنناقشها، ومن بعد أن نستمع إلى جميع الأطراف. نتمنى أن نكون في مستوى ثقة جلالة الملك، نتمنى أن ننصف المرأة المغربية لأنها في الحقيقة تستحق الإنصاف، وهذا الإنصاف الذي يريده لها جلالة الملك ويستهدفه جلالة الملك. شكرا لكم. هذه مناسبة كريمة التي نجتمع فيها لدراسة وتكوين وتنزيل آليات اللي هي واردة في الرسالة الملكية السامية الهادفة إلى إصلاح وتعديل مدونة الأسرة، ونشيد بهذه الرسالة الملكية السامية التي أمر بها جلالة الملك، ومن خلالها أمر بتكوين هذه الهيئة المتكونة من مجلس أعلى السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، والتي جاءت من خلال رصد مجموعة من الاختلالات بالنسبة لمدونة الأسرة الحالية. وهي مناسبة جد مهمة لأن جلالة الملك اختار الوقت المناسب اللي هي مرور عقدين من الزمن على نفاذ المدونة الحالية، وبعد بطبيعة الحال أن تم الوقوف على بعض الاختلالات والتي أصبحت تهم أو تتطلب التقويم والتعديل والإصلاح. ولذلك جلالة الملك نصره الله في إطار رؤيته المتبصرة أمر بتشكيل هذه الهيئة، والتي سوف تقوم بالمهام التي هي مضمنة بالرسالة الملكية. وهي مناسبة لكي نشيد بثقة المولوية السامية في هذه أعضاء هذه الهيئة التي تتمثل في مسألة السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، والتي هي منظور ينبني على التشارك المؤسساتي بين هذه المؤسسات للعمل مع مختلف المكونات التي وردت بالرسالة الملكية السامية، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والوزارة المكلفة بالأسرة والتضامن، وأيضا المجلس الأعلى العلمي والمختلف الباحثين، وكذلك المجتمع المدني. وهي مناسبة أيضا في هذا اللقاء لوضع الميكانيزمات والآليات الاشتغال ووضع الجدول وأيضا الزمنية للالتقاء للاشتغال في مع مختلف الفاعلين، وأيضا مناسبة لتقييم ودراسة واستخلاص كل العبارات الواردة بالرسالة الملكية السامية من خلال قراءتها قراءة متمعنة و رصينة، واستخراج كل الخطوط العريضة للاشتغال على ضوئها في خلال الاجتماعات المقبلة إن شاء الله الرحمن الرحيم.